السلام عليكم، فأبرحت فيكم بالحلقة 21 من قناة صرف معلومات. أصدقائي، ماني مصدق 20 حلقة نصور. أصدقائي، هاي الحلقة عن طريقة إنشاء حساب انستغرام من الهاتف. نبدأ بسم الله. أصدقائي، بعد ما نفتح انستغرام، sign up with email or phone number، حط الإيميل، الفول نيم مثلا، اليوزر نيم بيختاروا بشكل تلقائي، الباسورد ونكست، سكيب من الصفحة. يعني هاي الصفحات مثل ما بتشوف اصدقائي بهالطريقة بنكون انشأنا صفحة على اكيد الحساب. بيبعثوا لكم رسالة على الايميل الجيميل تأكيد الحساب، تفتحوا رسالة بتحطوا انه فتح طريق التطبيق او عن طريق المتصفح. بهي الطريقة بنكون اصدقائي وصلنا لختام هاي الحلقة. بتمنى لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك وشير للفيديو، شاركونا تعاليقكم تحت باسفل الفيديو او فوق، يعني شاركونا تعاليقكم باسفل الفيديو. شكرا على المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تأكيد الحساب، تفتحوا رسالة تحطوا انه فتح طريق التطبيق او عن طريق المتصفح. بهي الطريقة بنكون اصدقائي وصلنا لختام هاي الحلقة. بتمنى لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك وشير للفيديو، شاركونا تعاليقكم تحت باسفل الفيديو او فوق، يعني شاركونا تعاليقكم باسفل الفيديو. شكرا على المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.